حاسبه وتما راه عارف عند بشي ومرحبا بجميع معروفه بالجوده في العريش كامل الحمد لله. المدينه ديال العريش هذا الشارع هذا شارع علي بن ابي طالب او عقبه ظليمان هو هذا كيدير ديال الحواته كيدير طنجه تطوان الى اخره. هذا شارع محمد الخميس هو هنا اللي اليسار قاعه السعاده. هذا شارع محمد الخميس اللي كينزلنا ساحه التحرير وهذا الكورنيش والبحر وحتى طريق طنجة تطوان كذلك عبر الشارع بئر أنظرة. هنا هذا شارع افريقيا هو هنا وهذا يجي تهد البومبة ديال اولا اللي كانت موبيل سابقا. هذا الشارع اللي كيدينا للرون بوان ديال ساحة بن الخطيب او كيسميو العايشين ساحة بن الباشا هنا، ومنها لساحة مكة ومنها الغابة إلى آخره. فيها كيتواجد الدكتور حمضي في هذا الشارع سميتو شارع إفريقيا. وهذا هنا هذا الشارع اللي فيه هذا شارع مالك بن أنس فيه قاعة ديال الشمتوف هاد الحفلات حتى هو كيخرج في ساحة ابن الخطيب ساحة جنان الباشا. هنا جهة الحرارة هذا الشارع عقبة النافع اللي كيدي المنار كيدي سوق الأحد وهذه طريق الرباط ومن الجهة الأخرى كما كتلاحظوا مسجد البر والإحسان وكاين التغذية كاين حانوت كاين ساندويتش أميلو ساندويتش القدس ساندويتش الجوهرة أماكن للأكل الأكلات الخفيفة ومحل تجاري للبيع هو شتو رقم الهاتف يبغي يقضي الغرض في جانب المسجد مسجد البر والإحسان شارع صلاح الدين الأيوبي. ها هو شارع افريقيا هو هذا خرجنا منه عروف شارع افريقيا في مدينة العريش. هنا كيوقفوا الطوبيسات اللي كيديو للنواحي ريصانة والجهات ريمدا خميس الساحل. هنا كيوقفوا جانب المحكمة سابقا كافي تيري عبدو وكالة عمومية هنا عند خي واحد كذلك تحويل الأموال. هنا كاين الدكتور حمضينا نقيب أطباء العام ديال المغرب. الأغراس اللي بغا الأغراس عند سيدي عند بابا أنا سيدي الغرس هذا المكان الساحة ديال بن الخطيب هو شارع بن الخطيب. المشكل هو الشمس ملي كتجي في وجهنا كيولي مشكل كنحاولو نمشيو غير في الظل باش الشمس ما تأثرش على التصوير. هذه المدرسة ديال لسان الدين بن الخطيب على حساب الشارع شارع بن الخطيب. مساء النور مساء أجمل العطور مسجد جنان الحرق راه هو سوق البركة سوق القرب نبدا بالأتت رحب الجات عريش ترحب بكم مرحبا بكم في مدينتكم أيها الأحباب. اللي شاف هذا الفيديو شوف الجنة إن شاء الله. بوشيري بوصوف هذا السوق جنان فرنسا مكتبش اليوم. حنا وصلنا لسناك ريكو هنايا في جنان فرانسيس مقابل سوق البركة وسوق جنان فرانسيس. هنا كاين عزيز تفاجأت بعزيز اللي كان في الشوية مبقاش في الشوية جنان الباشا ولا هنا نسمعوه شنو غادي. السي عزيز مساء النور اخي فوقاش بدا هذا سناك ريكو؟
خاصنا كذا كذا طالع من 9 ساعة. كاين نشاط كاين الحرام حكم انه جا حدا السوق وقيله بارك السوق البركه وقاب السوق الشمال ديال فرانسيس ما كتعرف يعني كاين بارك السوق الله كبير المهم شي حاجه الجوده المهم اثمنه الناس كتسول على الاثمنه اثمنه مناسبه والثمن راه عارف ان راه في سبط راه الثمن ديال الشعب ديال الشعب اي واحد ياكل عنده شي مرحله في الجميع بارك الله فيك سيدي عزيز لكن الجودة ما كاينش شي حاجة يعني تاكل هي معروفة بالجودة في العريش كامل الحمد لله الله يكمل بس كي تاكل راه كتشكرنا يعني كتقول الله يرحم الوالدين على هذا الشيء اللي عندنا نفسنا هذا الشيء اللي تقول اسم سناك سناك الريكو مقابل السوق شارع فرنسيس بجملة والسوق القرب بركة كنت غادي حتى خرج الأخ عزيز العزيز طبيعة الحال شوفوا هذه مشكلة هذه غتبقى تكبر هذه الحفرة هي حدا مقهى النسيم عزيز طيب الله يكمل بخير كان في شوية ديال جنان الباشا وانتقل لهذا السناك ريكو قولوا تيسير كنعرفوا راجل طيب الله يعمر هضر الله يكمل على الجميع بخير اخوتي الله يصلح الاحوال الله يصلح الاحوال ديال هذه المدينه هذه احوالنا اجمعين يا ربي في مطلع هذه السنه المباركه الجديده ويدخلها علينا وعليكم كل الخير وكل ما كتمنوا في انفسكم شارع سليمان ايضا خاصنا نشوفوا السي علي سد سد الاخ علي حدد لعله خير انتم اخوتي اللي بغيت تقطعها هاد الجهه في شارع سليمان رضا فيها تبارك الله مطارات كراسة طوابل قضي معروف هاد الشارع بالاتات المنزلي هذه الساحة بنو الخطيب هذا شارع بنو الخطيب اللي كيهبط لشارع حسن الثاني وكيهبط للكورنيش هذاك شارع افريقيا كما قلنا شارع انس بن مالك وهنا تبارك الله بحر ديال الفرودة فواكه بحر من الفواكه هذا مكان الحباب الله يحفظكم الله يرعاكم الله ينوركم شكرا على الاهتمام ديالكم وشكرا على الفيديو الناجح ديال البارح اللي اشتركتوا فيه بقوة واهتميتوا به مباشر ديال الليل الله يحفظكم الله يشافي الاخ محمد اللي كان طلبنا باش ندعيو له درنا شي بركة طلبوا ربي يستجب يا ربي الله يحفظه الله يشافيه الله يعافيه الله يرفعنا به طهور ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته